طب دكتور علي، خليني بقى اروح للفكر الاساسي في دوله يهوديه. يهوديه اسرائيل دوله يهوديه. ايوه. القانون اليهودي الدوله اللي ظهر في 2018 يعني بالتاكيد انه غير اليهودي لن يكون مواطن في هذه الدوله. ده اللي انا فاهمه. لا انا صح. فاهم صح؟ لا لا، هو ده صح. ايه الفكره بقى؟ الفكره ان هو زي ما كده عايز يبيد غزه ويطرد الفلسطينيين، هو مش عايز ولا اي حد موجود في الارض دي غير اليهود فقط لا الى غير. ومن هنا فهو عايز يخلي ان هي ايه الدوله دي خاصه باليهود وارث خاص بالشعب اليهودي، كل البنود اللي حواليها بتدور حوالين هذا المفهوم. وحتى انا برضو عايز انصح الفلسطينيين، هما دايما وقعوا في فخ الصهيوني اللي هما بيطلقوا عليهم عرب 48. هما مش عرب، هما فلسطينيين. واحنا زي ما قلنا الفلسطينيين ابناء حام، والعرب ابناء ساميين، ابناء اسماعيل. فده غلط برضو. يعني الفلسطينيين حاميين، ابناء حام، ابناء حام. يعني ما هماش عرب، هو مقعوهم في الفخ وقالوا عليهم عرب 48. لا، هم فلسطينيين وهم من ابناء حام. يعني لما نيجي نقول عرب 48 ده غلط، غلط. بنسطح القضيه وبندور المفهوم. ده احنا بنطبق لهم اللي هم عايزينه عشان يقولوا ايه العرب دول، روحوا مع العرب اللي زيكم، مش مكانكم هنا، دي دولة من اليهود. الفلسطينيين مش عرب بالمعنى اللي بتقوليه. لا، ما هوش عرب، هم ابناء حام. العرب ابناء اسماعيل. لا دكتور، بتقولي لي على انها مفهومه انا اول مره اسمعها. يعني انت حضرتك بتقولي لي دول ولاد حام، انا مش عارف. يعني انا مغضوض دلوقتي ان الفلسطينيين ليسوا عربا. ليسوا، وارض كنعان، كنعان ابن حام اصلا. يعني ارض كنعان اللي هي اتسمت اللي هي منها ارض فلسطين، كلهم ابناء حام، ما فيهاش حد سامي. طب مين العرب بقى؟ الا ابراهيم لما دخل. الا ابراهيم لما دخل وابناء اسحاق ويعقوب، هم دول اللي ساميين، ساميين مش عرب. العرب ابناء اسماعيل، اسماعيل بن ابراهيم. فابراهيم له اللي هم فين دلوقتي؟ العرب اللي في الجزيره العربيه. دول العرب، دول العرب. حتى بيقولوا على حتى يعني مش لازم العرب اللي بيتكلموا عربيه. لا ايوه، لا. وحتى المصريين من ابناء حام، يعني في النسب هنا اللي في التوراه المصريين من ابناء حام، مش عرب. برضه إيه؟ لا، مش من ابناء سام. مش من ابناء سام. والفلسطينيين حاميين زينا. زينا، زينا حاميين من ابناء. فبالتالي عرب 48 ده مصطلح يخدم الفكره الصهيونيه ويخدم الغرض. هم عايزين روحوا مع العرب اللي زيكم، انتوا قاعدين عندنا هنا ليه؟ وبرضو عايز انبه حاجه للفلسطينيين، الفلسطينيين وقعوا في فخ تاني. يعني نقدر نقول فلسطينيه 48. ايوه، فلسطيني الداخل. ايوه، فلسطينيين. أيوة. تحت الاحتلال. ايوه، ما دول حاميين. ما يتقالش عرب خالص. حاميين. ايوه، مش ساميين. اي مش ساميين، زينا احنا حاميين برضه. ايوه، المصريين والعرب هم العرب في الجزيره العربيه. ايوه، حتى لو كنا ننطق العربيه احنا بس احنا مين. احنا بالنسبه بعد ما ابراهيم عليه السلام تزوج هاجر بقينا اخوال العرب. احنا اخوال العرب لكن ما لسنا عرب. لسنا عرب بس بقينا اخوال العرب بعد ما تزوج ابراهيم هاجر المصري، بقى المصريين اخوال العرب. كلام مهم جدا على فكره، هو موثق بس احنا عشان احنا بننسى عشان ما بنكررهوش، عشان ما بنكررهوش. طب حاجه ثانيه برضو، انا عايزه الفلسطينيين يسموا اسمهم بالاسم اللي ورد في التوراه، ما يتقالش فلسطينيين زي ما هم بيكتبوه واللي اليهود بيكرروه، يقولوا بليشتيم. ده الاسم اللي ورد في التوراه، يقولوا عن نفسهم بليشتيم. ليه؟ عشان هم اليهود بيقطعوا الصله بينهم وبين الارض، فهم اسمهم موجود في التوراه، فقول مش هم دول، ده دول اسمهم فلسطينيين ودول بليشتيم. الشين في الكنعانية وفي الأرامية تقابل السين في العربية، فأنا ما بقول بلشتيم دي موجودة في التوراة. فبلشتيم اللي هي بتؤكد وتوثق ان دي ارض فلسطين. ارض فلسطين، وهو ابراهيم تغرب في ارض الفلسطينيين. يعني هي في الترجمة العربية مكتوب ارض الفلسطينيين، في العبرية مكتوب بلشتيم. دكتورة بلشتيم. الكلام ده ملوش علاقة بالاراء اللي حضرتك بتقوليه، ده كلام علم. ده كلام علم موجود في التوراة. يعني كلام موجود في التوراة. أيوة. كل من قرأ التوراة يفهم اللي بتقوليه. بس هما بقى لفوا لفة، ويعني لفة، واحنا وقعنا في الفخ الصهيوني. ما يتقال عليهم يكتبون فلسطينيين بالسين، فدلوقتي احنا نقول فلسطينيين زيهم. لا، هي بلشتيم، يقولوا الاسم العبري. على فكرة كل الاسماء اللي اسرائيل بتقول عليها اسماء يهودية وعبرانيتها كلها اسماء كنعانية. يعني اورشليم معناها اورشليم، شاليم ده اسم كنعاني، اسمها مدينه اله السلام. يعني اورشليم مش اسم عبري.
ده اسم كنعاني وكانت اسمها مدينة إله السلام لغاية ما جه دخلها داود في القرن العاشر قبل الميلاد. وبرضو كلمة حبرون، حبرون مش اسم عبري، ده اسم ملك الحسيين اللي كان بيملك هذه الأرض واسمه عفرون.